صديقي ناجي قال لي بدالك إلا قد تمشي الخوص لأريت اشتري لي بوسم متو قد أدوق متو هاي بديوتي فري متو بسوف قلت له لا يبكي دا بدالك وين ايش تقل لي بالسلسلة بحوت ما قيسونه يعجبوا بروت ايش اسوي واي اختي مني قالت لي إلا قد تمشي بدالك جيب لي بوسم يعجبها ما اشتري لها يعجبها سامي كاكي اشتري دولة يعجبني امشي الخوص سارس ابدالكم بس عشان طرق من نقعد بالطياره وهذا الطياس يحدث فجوم انا ومغاتي قاعدين والله هذا الزامو الميكروفون الطياس كان يقول جود ايفنينج ذيس از ذا كابتن مصطفى نطرخته قلت له لمغاتي بقوه الطياره قالت لي لا تخاف هذا الطياس من تركيا قلت له تركيا وين قاعد خلفي قلت له جنيتي هذول يفتمون بطيارات هذول يفتمون بقهوة لا تسويها بعد والله فد يوم قاعد بالطيارة هم كان نمشي لإيطاليا هذا الطياس أشقال tutti la italiano ripondi riposti riposti ir di severe per cortesia grazie prego قلت له prego بحلقة لمك مغاتي كان قل لي ليش prego زي ببكشا قلت له خلي قول ببكشا خاطش قال prego ونطرقتو وصلنا لإيطاليا وقفنا صوب هذا المجدال ببيزا كان قل لي مغاتي حسقيل هذا المجدال شوية ما معوج صفنت عليها قلت له أنت قد حثين مشينا لأنجليا وش عين كل تبقى قاعدين من الطيارة واحد قاعد وقاعد صوبه حط قدر وشده اش ما قيت وسلون بيلو شيلوا القدر واحد ينقعد يقعد هون ما يقبل يا بقيت وسلون التياس ما يقبل جيت وفتحتون القدر اش عين كبة حمصطفى اخونا الاخونا بلندن انا معي انتو حمصطفى فتهمتوا هذا كردي قلت له اطيقه قال له شيني باذنه قال لي التياس ما تقله بس خلي يشيلوا القدر وشوشتوا له باذنه شين شالوا القدر حطانوا على حجره وشدوا كان يقول لي طياس اش قلت له قلت له ترى هذا السكملي قيمشي لغير دولة
الله.